بالنسبه للاز اس ام اس اللي تلقيتهم، شنو هو التفاصيل اللي تنجم تعطيهم لنا فيما يخص الموضوع هذا؟ والله ثم شخص انا ما نعرفوش الحق، مرة عرضني في الشارع وقال لي نعرفك عن تاريخ خوها قرا معايا، طلب باش يقابلني قبل الثوره، قال لي هذايا وطلب باش يقابلني بعد الثوره نهار الجمعه اللي فات. انا كنت في استوديو نصور، قال لي تفضل اجا نحب نحكي معك توا، كان في حاله مستاءة جدا وخلي فديت وديغوتيت انا من البلاد ويجا توا شوف. قلت له انا توا في بعيد مع العاصمه تقريبا 40 كيلومتر، كان حاب نقابله في الليل مأخر ونقابله سبت ولا حد. قال لي باهي باهي الله يفارك. ثم فيما بعد انا خلصت في الاستوديو لقاه بعث لي اس ام اس، والاس ام اس فيه معناها ما مفاده وانه يقول لقد مروا بالفرنساويه، هو لقد مروا ما يقولش شكون، الى مخطط جديد وجمع اسماء كافه الرجال والنساء الاحرار والتقدميين وسيمرون الى حتى 3 نقاط حذف. وقال فيما بعد لكن قبل هذا هما عندهم حاجز رئيسي وهم حتى نقطتين، قال رجال الامن النزهاء الوطنيون او المستقلون. بالطبيعه انا بعد ما جاني هذا كلمته قلت له شكون هما لقد مروا وسيمرون الى ماذا، هذه 3 نقاط حذف، ومعناها شكون هم رجال الامن موجوده هذه مجموعه واشخاص او فرادى او غيره. ما حبش يجاوب. هذا كان نهار 1 فيفري. نهار 6 فيفري يوم استشهاد شكري بالعيد، شاءت صدفه اني انا كنت في البلاتو وكلموني في الاذاعه وخرجت الخبر وحكيت مع بسمه مرته، وتهاتت علي عديد المكالمات نخرج من الاستوديو ونقول ونتكلم مع العباد. كلمني السيد هذايا وقال لي سامحني راني انا قلت لك سفيان، قلت له ماذا سيمرون الى تصفيات؟ قال لي نعم سيمرون الى تصفيات في التليفون نهار 6. قال لي هذا، قلت له تحب تتحدث؟ قال لي لا. تحب نحكيو على هويتي؟ قال لي لا. هو علما انه امضى الاس ام اس نتاعو لكوميسار دو بوليس فلان، كوميسار في الامن هو. قلت له نحكيو على اس ام اس؟ قال لي حكيت انا على اس ام اس. بعث لي واحد اخرى قلت البارح نهار السبت بعث لي اس ام اس اخر، قال لي من فضلك ما تعطيش اسمي، لقد حاولوا قتلي سابقا لكن ماذا بيا نقابلك، انا ما قابلتوش حق، فهمتني؟ اما هذايا اللي وقع فيما خص الاس ام اس هذوما وحكيت انا عليهم لحد الان ما نعرفش، تو يقولوا لي وانه يمكن يحب يسمعني سيد الجمهوريه ولا غيره. هل تم توجيه استدعاء رسمي؟ لحد الان ما جانيش حتى استدعاء. ما تستغربش سي سفيان انه ما تمش استدعائك وما توفرتش حمايه لازمه للمصدر الامني هذا؟ شفت احنا تو في تونس كافه الاشياء وارده، انا قلت لك جنرال دولارمي باسمه. السيد طلب لي في التليفون وانا نسوق في الكهرباء ما كلمتوش، بعث لي اس ام اس عندي يقول لي انا جنرال فلان وها هو رقم الهاتف نتاعي وها هو رقم البورتابل نتاعي، ويقول لي اتصل بي ويقول لي راهو هكا وهكا وهكا، وحتى واحد ما حرك السكينة. احنا نعيشوا ثم ما تعرف احنا شرقيين، احنا نؤمنوا بالقضاء والقدر. مش طلبتش انت التحقيق كما طلب زيد الهني؟ انا قلت هذا وكتبته في مقالات وقلت انا دوري كصحافي انا شوف نتعامل مع الاحداث عن طريق مع التاريخ ومع المستجدات عن طريق الاحداث عن طريق الاشخاص، هذا تعلمته له. انا قلت ماذا بهم علاش ما يفتحوش تحقيق، لكن باش نمشي ندق باب نقول بربي افتح تحقيق، ما يعملوا توصيزين هو كي لا ثم معناها خطر محدق ولا معلومات ولا مؤشرات او قرائن او غيره يعفوها سيد المحامي، هو معناها يعمل يتبع. انا قلت هذا عديد المرات، قلت في الصيف وكتبته في الفيسبوك وعملت عليها. سفيان تعليقك على تكاثف الامن اليوم في داخل المحكمه، وجود عدد عزيز الفرق منهم فرقه الارهاب؟ والله شوف شو نقول لك، انا ما عادش البروتوكولات اللي يشتغلوا بها، معناها كي تكون المحكمه محميه حاجه باهيه، خاصه في الظروف هذه ويكون الامن موجود برشتو حاجه هايله، يحميوا الموقع الكل، يحميوا معناها العباد التوانسه الكل. ما خليش هو نطلب حمايه، زياد ما خليش، زياد كيفي انا معناها يعيش عادي وما عنده حتى اشكاليه في حياته، انسان يعيش نورمالمون دي موند، لكن هو يقول الحقائق وبعض الحقائق يقولها، وانا كما قلت لكم انا ما عنديش دخل في اللي قاله زياد، لكن اللي نجم ناكده انه زياد انسان صادق وماهوش يقول الاشياء بخفه هكا. شكرا.